تتباين الأرقام القادمة من ألمانيا حول انخراط السوريين بسوق العمل، فتقارير تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بين اللاجئين، في حين تسلط تقارير أخرى الضوء على تأثير العمالة السورية الماهرة في السوق الألماني. دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث التوظيف كشفت عن ارتفاع معدلات توظيف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2019، وبلغ معدل التوظيف 60% بعد 7 سنوات من وصولهم و68% بعد 8 سنوات من وصولهم. وبحسب الدراسة فإن 90% من جميع اللاجئين العاملين هم في وظائف مؤمنة اجتماعيا. الدراسة أشارت أيضا إلى أن متوسط الدخل الشهري الإجمالي للموظفين الذين وصلوا عام 2015 ويعملون بدوام كامل بلغ نحو 2570 يورو، حيث تجاوز هؤلاء عتبة الأجور المنخفضة في ألمانيا لعام 2022 البالغة 1250 يورو. وفي إطار دمج اللاجئين بسوق العمل، أطلقت ولاية شليسفيش هولشتاين الألمانية منذ أيام مشروعا تجريبيا لدمج طالبي اللجوء الجدد في سوق العمل، وذلك لتخوفها من حدوث ثغرة في اليد العاملة. في خطوة تستهدف دمج اللاجئين في سوق العمل، أطلقت ولاية شليسفيش هولشتاين شمالي ألمانيا مشروعا تجريبيا يستهدف طالبي اللجوء الجدد القادمين من سوريا وأفغانستان. المشروع يتعامل مع اللاجئ الجديد القادم إلى البلاد كعامل ماهر محتمل في جميع المهن وخاصة الاجتماعية منذ اليوم الأول على دخوله الولاية. ولتحقيق هذا سوف يتم توزيع اللاجئين بسرعة على المقاطعات والمدن المستقلة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بمجرد وصولهم والتحقق من وضعهم كلاجئين. وعن الغاية من المشروع الجديد، تقول وزارة الشؤون الاجتماعية والاندماج بالولاية إنه سيسد تقاعد أكثر من 120 ألف موظف من أصل 1,065,000 من العاملين في السنوات السبع المقبلة، وتؤكد أن عدم إطلاق مثل هذا المشروع سيجعل من الصعب العثور على العمالة المتحمسة والعمال المهرة في جميع القطاعات. المشروع الذي أطلقته الولاية مؤخراً سوف يستمر إلى منتصف العام 2025، وله عدة شروط أبرزها أن يمتلك اللاجئ احتمالات ثابتة للبقاء، وأن يكون قادماً من سوريا أو أفغانستان، وأن يتراوح عمره بين 18 و63 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل بشكل عام. هذه الخطوات تناغمت مع دعوات حكومية إلى تسهيل الاعتراف بمؤهلات اللاجئين، فوزارة العمل الاتحادي في ألمانيا أيدت إجراء تغييرات تشريعية لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية. ووفق الوزارة ذاتها، هناك أشخاص يأتون من دول أخرى لديهم مؤهلات مهنية ومدربون بشكل جيد في بلدانهم، لكن الاعتراف المهني بطيء للغاية في ألمانيا. نجاح الخطة الألمانية لإلحاق اللاجئين في سوق العمل حال وصولهم والتأكد من ملفاتهم ستنعكس إيجاباً على سوق العمل الألماني الذي يعاني نقصاً في اليد العاملة، وهو ما يؤدي إلى منع حدوث أي ثغرة مستقبلية في سوق العمل لديها. وينضم إلينا من إسرائيل الألمانية مراسلنا بشر أحمد حول تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالدراسة التي أجراها معهد أبحاث التوظيف والذي كشف عن أرقام معدلات توظيف اللاجئين. يعني على ضوء الواقع لديك والمعطيات، كيف يمكن قراءة هذه الأرقام؟ هل هي أرقام منطقية فيما يتعلق بمعدلات توظيف اللاجئين في سوق العمل؟ هي أرقام شديدة المنطقية، وهي جاءت لتكون منصفة للاجئين الذين قدموا في العام 2015 أو 2016، لأن جرى تداول دراسة نشرتها أو إحصائية نشرتها الحكومة الألمانية، مكتب الإحصاء الفيدرالي، وقالت فيه بأن 63% من اللاجئين في ألمانيا أو من اللاجئين السوريين تحديدا ما زالوا يتلقون مساعدات اجتماعية.
تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الإحصائية بشكل سلبي، لكن هذه الإحصائية لم تكن منصفة، لأن لا يمكن مقارنة إنسان وصل إلى ألمانيا في العام 2015 بآخر وصل عام 2022. هذه الدراسة وهي مستقلة ليست حكومية، هذه الدراسة تقول لا، الذين قدموا في العام 2015 ثلثيهم يعملون الآن، ونتحدث هنا عن ثلاث جنسيات، سوريين وعراقيين وأفغان، وهي الجنسيات الأكثر قدوما إلى ألمانيا في موجة اللجوء عام 2015. إذا أتينا إلى نسبة الرجال من هؤلاء، نجد بأن نسبة الرجال العاملين في الأوساط السورية التي وصلت عام 2015 تتجاوز نسبة العاملين الألمان، الرجال الألمان، بنحو 10%. لكن عندما نتحدث عن النساء فإننا نجد بأن نسبة النساء السوريات أو اللاجئات القادمات عام 2015 نسبة العاملات منهن منخفضة للغاية، وهذا له أسباب يعني ربما لا يتسع الوقت لذكرها. لكن بجميع الأحوال الدراسة تثبت أمرا شديد الأهمية وشديد الوضوح، هو أن اللاجئ لكي ينخرط فعليا بسوق العمل ويحصل على وظيفة مستقرة وآمنة ومستمرة ومستدامة يجب أن يمضي على وجوده في ألمانيا بضع سنوات، يستطيع خلالها تعلم اللغة، الانخراط والاندماج أكثر في المجتمع وفي سوق العمل، الحصول على مهنة إن كان لا يملك أو إن طيب كان يريد تغيير مهنته أو لإيجاد يعني فرص العمل، هل هي أسهل يعني لأصحاب المهن مقارنة بأصحاب الشهادات في ألمانيا؟ بالنسبة لأصحاب الشهادات يعني يختلف الأمر من شهادة إلى أخرى. بعض الشهادات لا سيما الشهادات العليا كالطب والصيدلة والهندسات التعليم، يعني هذه الشهادات يستلزم تعديلها وقتا طويلا، مستوى لغة عالي، والكثير من الاختبارات تستغرق سنوات، لا سيما عندما نتحدث عن التخصصات الطبية، طب الأسنان أيضا بمنتهى الصعوبة. هناك تخصصات لا يمكن أصلا تعديلها، على القادم أن يعيد دراسة من جديد، كالقانون على سبيل المثال، المحاماة، المحامي السوري لا يستطيع طبعا أن يمارس المحاماة هنا، عليه أن يعيد دراسة المحاماة من جديد. لكن بالنسبة لأصحاب المهن أيضا حسب المهنة، غالبا يستطيع صاحب المهنة أو من يمتلك شهادة معهد متوسط أن يجري ما يسمى فايتابلدونج، يعيد يعني الدراسة بتخصصه في فترة وجيزة، يتدرب خلالها على أسلوب العمل الألماني وينخرط بسوق العمل. بعض المهن لا، عليه أن يدرس أوسبلدونج لمدة تصل أحيانا إلى 3 سنوات حسب التخصص. لكن بجميع الأحوال يعني انخراط اللاجئين بسوق العمل يستلزم الوقت الكافي، وهذا ما تثبته هذه الدراسة. شليسفيك هولشتاين في التقرير الذي تلا الخبر لديها تجربة الآن رائدة، سننتظر لنرى نتائج هذه التجربة، لكن مبدئيا هذه التجربة تقوم على التسريع من دمج اللاجئين من خلال إرسالهم إلى سوق العمل وعدم الدخول في إجراءات بيروقراطية طويلة، بل التعامل معهم على أساس أنهم تنطبق عليهم مواصفات العمالة الماهرة فور وصولهم إلى ألمانيا، شريطة أن يكون لديهم المؤهلات الأساسية التي تمنحهم، التي يعني تثبت أنهم سيمتلكون الإقامة الشرعية في ألمانيا. بشر شكرا جزيلا لك، بشر أحمد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إسن ألمانية. شكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، ختام المهجر، إلى اللقاء بأمان الله.